أريد أن أعبر نيابة عن زيمبابوي حكومة وشعبا وعن نفسي عن الشكر الجزيل للرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني الشقيق مرة أخرى. إن دعم الصيني المستمر يجعلنا متحدين معا ويساعدنا على تخفيف أعبائنا في الفترات الصعبة بشكل حقيقي. نتطلع إلى مواصلة توسيع التعاون وتعميق العلاقات بين الصين وزيمبابوي. إن صداقتنا صمدت أمام اختبار زمن. قال غو شاو تشون سفير الصين لدى زيمبابوي إن الصين وزيمبابوي تجمعان جهودهما لمكافحة الوباء وتعاونتا بشكل معمق في مجال مكافحة الوباء والتلقيح، مما يدل على أن البلدين رفيقان طيبان وأخوان شقيقان وشريكان وصديقان جيدان. من جانبه قال نائب رئيس زيمبابوي ووزير الصحة كونستانتينيو تشوينغا إن بلاده ستطلق مؤخرا المرحلة الثانية من أعمال التطعيم، مؤكداً أن الحكومة ستستخدم هذه الدفعة من اللقاحات بشكل مناسب. هذا واستقبلت زيمبابوي الدفعة الأولى من مساعدات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي قدمتها الصين في منتصف فبراير الماضي، ثم أطلقت بسرعة المرحلة الأولى من أعمال التطعيم.